هنا دلوقتي؟ مش عارفه، انا ممكن ما اعرف ايه اللي حصل. مشيت ازاي من البيت؟ سمعت صوت حاجات بتتكسر، امجد مشي ورحت خرجت. هو كسر البيت قبل ما يمشي؟ حسينة ما ينفعش تبقي هنا، اطلعي اطلعي يلا فوق. عايز اقول لك على حاجة، أنا كل اللي حصل النهاردة ده ولا فارق معايا. أنا اللي ضايقني إن هما جم عجننوا علينا وإحنا قاعدين. طيب أنا متشكك جدا، ممكن بقى تطلعي تاني؟ استنى بس استنى، أنا أقول لك حاجة، أنا مش طالعة. حسينة تعقلي. عمرو، يا نهار اسود. عمرو، وانت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ معلش حبيبتي، كان في ايميل كده مهم كان لازم ابعته. طب ما تسيب الايميل وترجع تنام. حضنك وحشني قوي على فكره. لا اذا كان كده بقى يبقى طز في الشغل. مش كده ونبي؟ وانا ايه، حضني ما وحشكش؟ لا وحشني طبعا. طب يلا بينا.